السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج اليوم الثامن. شهدت السنوات الأخيرة تأسيس منظمات شبابية في غالبية الأحزاب الموريتانية. تتمتع هذه المنظمات وفق وثائقها بالاستقلالية داخل أحزابها. مؤخرا عقدت العديد من هذه المنظمات مؤتمرات واستحقاقات، ما حدا بالمراقبين إلى التساؤل عن فائدة هذه المنظمات، وهل تشكل إضافة حقيقية للتجربة الحزبية في موريتانيا أم أنها مجرد أسماء وألقاب لا تعبر بالضرورة عن تطوير للتجربة الحزبية ولا عن تعزيز لدور الشباب في الحياة الحزبية والديمقراطية. شكلت المنظمات الشبابية في الأحزاب الموريتانية الذراع الأهم والأكثر فاعلية داخل المنظومة الحزبية الموريتانية، رغم أن إنشاء منظمات حزبية موازية تجربة جديدة على الأحزاب السياسية الموريتانية التي اقتبست تجربة من المغرب ودول أخرى عرفت هذا الأسلوب من التنظيمات الحزبية. وبعد مرور نحو 10 سنوات على ظهور المنظمات الشبابية الخاصة بالأحزاب السياسية في موريتانيا وتنظيم هذه المنظمات مؤتمرات وفعاليات لافتة، كان آخرها المؤتمر الأول للمنظمة الشبابية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، يتساءل المراقبون عن أهمية هذه المنظمات الشبابية ومدى إسهاماتها في تطوير تجربة الحزبية الموريتانية، وهل عززت من حضور الشباب ومكانته في العمل السياسي الموريتاني، أم أن هذه المنظمات مجرد هيئات شكلية لا تتمتع بصلاحيات حقيقية ولا بدور حقيقي، فضلا عن أنها مجرد استغفال للشباب تشغلهم عن المواقع القيادية الحزبية. من المؤكد أن الدور السياسي للشباب الموريتاني في تصاعد مستمر بفعل أهمية الشباب ودوره الريادي، خاصة بعد أحداث الربيع العربي وما عقبها من زخم فتح الباب أمام طموح الشباب ما حدا بالأحزاب الموريتانية إلى إظهار اهتمام أكبر بالشباب، وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية التي جعلت غالبية الأحزاب الموريتانية إن لم تكن كلها تؤسس منظمات شبابية، فإن الحضور القيادية للعناصر الشابة ما يزال ضعيفا مقارنة بحجم الدور الذي يقوم به الشباب في الحياة السياسية والحزبية. أحزاب المعارضة الموريتانية أنشأت تنسيقية خاصة بمنظماتها الشبابية في مرحلة من المراحل، غير أن هذه المنظمات تعاني في غالبيتها من الضعف والترهل تبعا لضعف أحزابها وهشاشة المنظومة الديمقراطية داخلها. وباستثناء حزب تواصل الذي قدم عدة تجارب في مجال التناوب الديمقراطي وانتظام مؤتمراته، فإن المنظمات الشبابية لأحزاب المعارضة بقيت ضعيفة الحضور داخل الهيئات القيادية، وقد برز ذلك جليا في الترشيحات خلال الانتخابات الأخيرة. المنظمات الشبابية داخل أحزاب الأغلبية ليست أحسن حالا من نظيراتها في المعارضة، ورغم محاولات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بعث الروح في منظماته، فإن عقد أول مؤتمر لمنظمته الشبابية بعد نحو 10 سنوات من تأسيسه أبرز مثال على ضعف الاهتمام بالمنظمات الشبابية، ورغم الشعارات البراقة التي أطلقت خلال العشرية الماضية بشأن تجديد الطبقة السياسية، تجديد لم يجد طريقه داخل أحزاب الأغلبية، وبقي الحضور الشبابي في الغالب العام حضورا تجميليا لا أكثر ولا أقل. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أسس منظمته الشبابية مبكرا على غرار بقية الأحزاب الموريتانية، وعقد شباب الحزب مؤتمرا عاما قبل أيام، لكن هل تتمتع هذه المنظمة بصلاحيات وحضور حقيقي داخل الحزب؟ وهل يشكل الشباب رقما معتبرا في قيادة الحزب وهيئاته؟ فعلا تعزيز دور الشباب في العمل السياسي أصبح أمر واقع نتيجة لما شاهده الشباب من جدية ومن دعوات جادة وحقيقية لإشراكه بعد أن ظل لسنوات عازف عن هذه المشاركة، نتيجة لأنها لم تكن حقيقية ولم تكن على أرض الواقع. ومع الوقت وجد الشباب هذا النظام، وجد في هذا النظام ضالته التي كان يبحث عنها وهي إشراكه الحقيقي، وفعلا تم تعزيز
دور الشباب بشكل واقعي وبشكل واضح وجلي في المشاركة السياسية من خلال الانتخابات كما قلت، ومن خلال العمل التطوعي كذلك. نجد أن حزب الاتحاد منظمة شبابية لحزب الاتحاد ونجد الجمهورية كذلك قامت خلال شهر رمضان المبارك بأنشطة مدة 30 يوم، بأنشطة تطوعية كان الشباب يحملها على كتفه على أكتافه، كان الشباب يحملونها على أكتافهم من بداية رمضان. وهذا فعلا حينما نجد أن الشباب أصبح الآن في المستوى الأول، كما نعلم أن المشاركة السياسية لها 4 مستويات، وهذا مستواها الأول وهو العضوية في المنظمات الشبابية والمشاركة الفاعلة وكذلك التطوع، العمل التطوعي ونعم وهذا ما أثبته شباب حزب الاتحاد ونجد الجمهورية. وبالنظر إلى التجربة الأخيرة التي مر بها شباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مؤتمره الأخير، أعطى شباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية درسا قويا في الديمقراطية من خلال هذه الاستحقاقات التي جرت بشكل شفاف، طبعته المسؤولية من جميع مناديب المؤتمر ومن المرشحين، وكان فعلا رئيس الجمهورية قد أعطى الثقة للشباب في اختيارهم لمكتبهم التنفيذي بشكل فعلي دون التدخل، ودون كان يعتقد البعض أنه سيكون هناك تدخل من النظام، وفعلا جاء الأمر مفاجئ للكثير، وكانت تجربة ديمقراطية رائدة وفعلا نجحنا فيها والحمد لله. طيب هناك شق تعلق بدور الشباب ومكانتهم، كما تعلم النظام الحالي كان من أهم شعاراته السياسية تطبيق تجديد الطبقة السياسية، نريد أن نوظف هذا المفهوم في الإشكالية التي نتحدث عنها. هل الشباب في حزب الاتحاد من الجمهورية وفي الداعمين للنظام عموما، هل هنالك استفادة حقيقية من الشباب؟ هل هنالك تجديد حقيقي للطبقة السياسية داخل حزب الاتحاد من الجمهورية وداخل جهاز الحكومة والنظام؟ أن الموضوع كما يقول البعض مجرد شعار يرفعه الجميع من أجل استغلال الشباب وربما توظيف طاقاتهم وربما حمل شعارات براقة فقط من دون أن يكون هنالك أثر حقيقي وجهد حقيقي لتمكين الشباب. فيما يتعلق بتجديد الطبقة السياسية، لقد خطونا خطوات إلى الأمام حول هذا تجسيد هذا الواقع وهو تجديد الطبقة السياسية من خلال إشراك الشباب والنساء، وهذا ما سيتم من خلاله تجديد هذه الطبقة. وقضية فيما يتعلق بكون هذا الموضوع شعارات فقط، نجد أن هناك بعض الأمثلة التي تعزز هذا الشعار، أنه ليس شعار فقط، لأننا نجد أن هناك في الحكومة فيها شباب لم يكونوا أصلا معروفين في المجال السياسي، وهذا تجديد لطبقة سياسية أصبحوا الآن في الواجهة. نجد أن هناك دبلوماسيين يمارسون السياسة شباب، نجد أن هناك منظمات شبابية، نجد أن هناك شباب لم يكونوا أصلا يمارسون السياسة لكن أصبحوا الآن في الواجهة، وهذا تجديد للطبقة السياسية وبث دماء جديدة في هياكل الحزب وهياكل الدولة بصفة عامة. حزب تواصل من أوائل الأحزاب الموريتانية التي تبنت فكرة تأسيس منظمة شبابية متخصصة داخل الحزب، وأسس الحزب منظمته الشبابية بعد حصوله على الترخيص بأشهر قليلة، وتميزت هذه المنظمة بانتظام مواعيد استحقاقاتها ومؤتمراتها، غير أنها تواجه نفس الأسئلة التي تواجهها المنظمات الشبابية لبقية الأحزاب الموريتانية. علي كاسوغي رئيس المنظمة الشبابية لحزب تواصل يحدثنا عن تجربة هذه المنظمة، وهل تشكل إضافة للفعل الشبابي الحزبي أم أنها مجرد هيكل وشكل؟ منظمة تجربتها عندها تجربة تزيد على 10 سنوات.
عمرها يزيد على 10 سنوات. هذه المنظمة أصبحت مؤسسة يعني حقيقية بالمعنى الحقيقي، وهي مؤسسة شكلية. وهنا الرد على هل المنظمات الشبابية فعلا منظمات شكلية فقط داخل الأحزاب السياسية أم لا، وبالتالي لنجيب نموذج المنظمة الشبابية عنها فعلا مؤسسة وليست مؤسسة شكلية، مؤسسة حقيقية مستقلة بالمعنى الحقيقي في قراراتها، في أنشطتها، حتى مشاركة في صناعة القرار. هذه المؤسسة اللي عمرها يزيد على 10 سنوات تعاقب على رئاستها 5 رؤساء، وهذا عنده معنى. تعاقب 5 رؤساء خلال 10 سنوات على منظمة شبابية سياسية معناها شنو؟ هذا معناه تحقيق اللي نقال له والله اللي نقال له التناوب الديمقراطي، وهذه رسالة فعلا للأحزاب السياسية ورسالة وللدولة الموريتانية عن التناوب الديمقراطي. مسألة مطلوبة وأساسية لأنها تساعد في التطوير، تساعد في التنمية، وكل رئيس يجي بعد رئيس عنده رؤية مختلفة، عنده نظرة مختلفة، وسيبني على 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 الإنجازات اللي سبقته. وبالتالي هاي منظمة تعاقب على رئاستها 5 رؤساء حتى الآن: الرئيس المؤسس محمد حمد مبارك، ثم الرئيس صبحي، ثم الرئيس فاضل مختار، ثم الرئيس يحيى، ثم الرئاسة الآن الرئاسة الحالية. وبالتالي هذا الشكل فعلا كما قلت عن يعطي عطاء رسالة على اللي قالوا التناوب الديمقراطي. المسألة الأخرى عن المنظمة الشبابية للإصلاح والتنمية، منظمة مستقلة بالمعنى الحقيقي، معنى عنها منظمة تشرف على مؤتمراتها من البداية للنهاية هي على بنفسها بدون تدخل قيادات حزبية ولا أحد من الحزب، من انطلاقة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر إلى انتخاب الرئيس الجديد، هذا كامل يكون بيد الشباب، وهم اللي يطرحوا المسطرة، هم اللي يطرحوا خارطة المؤتمر بدون تدخل خارجي من القيادة الحزبية. كذلك خطط المنظمة، برنامج المنظمة، تعدل المنظمة بذاتها بدون أن تدخل طرف آخر. هذا معناه شنو؟ معناها عن المنظمة الشبابية لإصلاح التنمية منظمة مستقلة ولا منظمة هامشية مشاركة في صناعة القرار. والقيادة السياسية للحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية قيادة، سواء كانت القيادة الماضية أو القيادة الحالية، تدفع دائما إلى عن المنظمة الشبابية تقبل موقعها الريادي وتقبل مكانتها اللي تليق بها، وعنها تشارك في القرار السياسي. هذا خلال تجربة الحزب عن القيادة دائما تدفعها بأنها تقبل موقع الريادي. بالتالي حتى على القيادة ما عندها فماتها طموح أنها تعود منظمة هامشية ولا شكلية، والشباب هم اللي حصل لديه من التجربة السياسية والخبرة السياسية اللي ما تريد تعود فعلا ديكور ولا منظمة شكلية. النقطة الثانية هي اللي نختار نشير لها هي المنظمة الشبابية للإصلاح والتنمية أيضا مشاركة في الاستحقاقات الأخيرة. الاستحقاقات الأخيرة ما يخص البلديات نسبة ما يزيد على 40% كانت من الشباب ترشح فيها مرشحين، سواء كانوا في جميع المستويات اللائحة، في رأس اللائحة ولا سطر اللائحة ولا نهاية اللائحة، نسبة ما يزيد على 40% كانوا من الشباب. وفي النيابيات كما شفتوا قدمنا عناصر شابة للبرلمان الموريتاني. هذا معناها شنو؟ هذا معناها عن المنظمة الشبابية للإصلاح والتنمية مؤسسة فاعلة حاضرة مشاركة في صناعة القرار. والمكتب التنفيذي للحزب، حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، فيه عناصر أيضا عناصر شابة مشاركة في صناعة القرار الحزبي والقرار السياسي. إذا فم حتى الآن نحن الآن بالنسبة للحزب في إطار اللي نقال له مجالس الشورى الولائية، الآن كل مجلس الشورى على مستوى الولاية ممثل فيه شباب، حضورا مشاركة أولا وحرصا على إشراك الشباب. وبالتالي المنظمة الشبابية مشاركة في مجالس الشورى الولائية، كل مجلس الشورى الولائية عنده فيه 3 مقاعد. هذا معناه شنو؟ معناها عن توجه الحزب بصفة عامة وحضور المنظمة. إذن ما خلاها مولي تعود منظمة هامشية والله ديكور والله شكلية.
تجربة المنظمات المتخصصة انتشرت في المغرب أولا قبل أن تتلقفها الأحزاب السياسية الموريتانية إبان الإصلاحات السياسية التي انبثقت عن انقلاب 2005، غير أن الأحزاب الموريتانية في الغالب تمسكت بالأشكال دون أن تعطي للشباب حضورا حقيقيا وفاعلا في القرار السياسي والحزبي. مؤخرا خلال السنوات الأخيرة وتحديدا بعد اندلاع ما يسمى بالربيع، فرض الشباب نفسه كواقع لا بد من إشراكه ولا بد من التعامل معه. بادرت الأحزاب السياسية في موريتانيا أو الطبقة السياسية لمحاولة لمجارات هذا المد الشبابي، فبدأ النظام مثلا يدخل بعض الأوجه الشبابية في الجهاز التنفيذي في الحكومة ويحاول أن يعطي صورة أن الشباب تم التمكين له وأنه بالفعل أصبح مساهما في صناعة القرار، لكن هذه القرارات وهذه المحاولات ظلت دائما شكلية ولا تعبر عن الشباب، لأنها لم تأتي وليدة لحراك شبابي ولا لانتخابات شبابية. وهذه الوجوه الشبابية حتى التي في الحكومة لم تفرزها أطر شبابية ولم تكن وليدة لتجربة سياسية حتى يمكن أن نقول إنها تمثيل أو كوتا أو يعني حصة معطية للشباب، وإنما فقط اختيارات شكلية للترقيع هنا وهناك لإعطاء صورة شكلية عن مشاركة الشباب. حتى أيضا مشان بالمعارضة حاولوا ايضا ان يمتصوا غضب الشباب او حماس الشباب على الاقل في محاوله ليبقوا في كراسيهم ويبقوا في المشهد، لان المد الشبابي اصبح مدا شارفا واصبح يعني لا مناص من اشراك الشباب. وبين هذا وذاك يحاول الشباب ان يفرض لنفسه موطئ قدم بين الرفض الذي يواجه به من قبل الطبقه السياسيه المتحكمه وبين النظرة التي قلت لك نظرة الدونية شيء ما، والنظرة التي لا يعني تعطي للشباب دورا مهما في الشأن السياسي، وجانب آخر الجو العام والمحيط الإقليمي والدولي الذي أصبح يفرض يعني إشراك الشباب، والشباب نفسه أيضا لم يعد يقبل بذلك الإقصاء وذلك التهميش. وبالتالي أعتقد أنه في المرحلة المقبلة سيكون للشباب دور مهم، ليس لأن الجميع أو النظام أو المعارضة أراد ذلك، بل لأن الواقع والظروف الموضوعية توافرت لإشراك الشباب. طيب، طرفين يعني تقريبا لنقول أحزاب سياسية الموريتانية بمختلف توجهاتها كلها حريص والله على إبداء صورة إيجابية عن طريقة تعامله مع الشباب وعن إشراكه للشباب وعن دور الشباب فيه. وطبعا في العادة تعطى لك أمثلة تتعلق بالمنظمات الشبابية وأنها تنظم مؤتمراتها دورية وأنها لديها جهزتها ولها صلاحياتها ولها دورها. تقييمك أنت لهذه المنظمات الشبابية تحديدا، أذرع السياسية الشبابية، هل هي أذرع حقيقية لها دور حقيقي في الحياة السياسية ولها دورها داخل الأحزاب؟ هي مجرد هياكل وأشكال لا تعبر عن حقيقة؟ صحيح. إذا أردنا أن نتحدث بصراحة، هناك ثلاث أمثلة في المنظمات الشبابية الحزبية في موريتانيا. المثال الأول شباب الحزب الحاكم، حزب الاتحاد الجمهورية، وهذا الشباب وهذه المنظمة الشبابية أعتقد أنها إفراز لتجاذبات وتنافس وربما صراع داخل النظام نفسه. فكل طرف فاعل من الكبار بين الظفرين داخل النظام لديه حصته لديه مجموعته الشبابية داخل هذه المنظمة، وبالتالي هي انعكاس لما دوره في الحزب بشكل عام. وأعتقد أنها تحاول فعلا أن تخطو خطوات في اتجاه لعب دور فاعل، لكنها في النهاية تظل محكومة بالتجاذبات والصراعات داخل الحزب الحاكم التي هي جزء من التنافس داخل النظام بشكل عام. المثال الثاني المنظمة الشبابية لأحزاب المعارضة، مثال حزب التواصل وأحزاب المعارضة الأخرى. أحزاب المعارضة الأخرى أعتقد أن شبابها تقريبا يكاد يكون غائبا أو مغيبا، لم نشهد ذلك الحراك المهم. لا هم يسعون للسلطة ويفرزون في المشهد السياسي من أجل السلطة لأنهم معارضون، ولا أحزابهم أيضا دفعت بهم. المهم هناك نوع من الركود، أرجو أن لا أكون يعني أظلمهم، نوع من الركود في المنظمات الشبابية في أحزاب المعارضة باستثناء حزب التواصل تقريبا. النموذج الأخير والمثال الأخير حزب التواصل، هذا الحزب أعتقد أنه يقوم أساسا على ركيزتين الشباب والنساء.
شباب تواصل ونساء تواصل هم الأكثر حيوية وهم شريان هذا الحزب. الشباب تحديدا نتيجة لأن الحزب محسوب على فكر الإخوان، وشباب تواصل هم في الغالب خريجوا الجامعات، وهذه هي البيئة الأولية التي يتكون فيها الكادر السياسي الذي سينخرط، وبالتالي فهي الرافد الأساسي لحزب التواصل هو منظمة الشباب. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج اليوم الثامن. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.